مسائل. يقول أخ السائل: ما هو القول الصواب في مسألة الإيمان؟ هل الأعمال شرط كمال فيه أم شرط صحة؟ وهل يقال في من يرى أن الأعمال شرط كمال أن وقع في الإرجاء؟ هذه المسألة لم يتكلم بها السلف، ولم يقولوا هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة، بل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقولون: الإيمان قول وعمل. وما أكثر الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم بهذا القول: الإيمان قول وعمل. فجميع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جعلوا الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. ثم هذا الكلام إجمال، والإجمالات تأتي من قبل المبتدعة، هذا إجمال والإجمال يأتي من قبل المبتدعة. ولكن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ثم يبينون عند التفصيل أو عند السؤال، يقولون العمل منهما يكون تركه كفرا يكفر بتركه صاحبه، ومنهما يكون تركه فسوقا يسبب الفسوق لصاحبه، ومنهما يكون تركه معصية صغيرة، منها ما يكون كبيرة تركه، ومنها ما يكون تركه خلاف الأولى، كترك بعض المستحبات، بعض الأعمال المستحبة خلاف الأولى، ومنها ما يكون تركه مكروها، ومنها ما يكون تركه مكروها. إذن هذه الإجمالات مبتدعة من كلام المبتدعة، يريدون التوصل بها إلى أقوالهم المبتدعة. فالسني لا يبتعد عن الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة يستخدمها المبتدعة لبواطلهم ولضلالاتهم. فاعد المجملة هي سلم للمبتدعة، ولذلك تعلمون كيف حذر الإمام أحمد رحمه الله ممن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه لفظ مجمل، لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، ويتستر به المبتدع لباطلهم. إذا علمت التفصيل زال عنك الإشكال. قال: ومن قال إن الأعمال شرط كمال هل يقال إنه وقع في الإرجاء؟ أشك أنه إذا عمم ذلك وهو يعلم معنى كلامه أن جميع الأعمال إنما هي شرط للكمال، هذا إرجاء، لكن ربما ما يعقل كلامه، لأن بعض الأعمال تؤدي بصاحبها إلى تركها يكون كفرا بصاحبه، وبعض الأعمال يكون تركها بدعة أو فسوقا أو عصيانا أو كبيرا من الكبائر، وبعض الأعمال تركها لا يوقع صاحبها في الإثم.